أهلا بكم في جديد أخبار المنتخب الوطني الجزائري. وسيم قداري فضل تمثيل منتخب إسبانيا بعد إبعاده من صفوف المنتخب الجزائري أقل من 18 سنة. المدرب السابق سلاطني لم يقتنع بمستوى قادري. قادري انتظر دعوة المنتخب خلال المواجهتين التصفيويتين أمام منتخب غانا. تجاهل أدقون فنيا للمنتخب الوطني جعل قادري يتخذ قرارا بتبديل المنتخب الشباني الإسباني. ألفا فتح التحقيق لمعرفة أسباب ودواعي استبعاد قادري من صفوف المنتخب الوطني الجزائري. خريج مدرسة إسبانيول ينشط في مركز محور الدفاع ويمتاز بقوته البدنية. في ثاني خبر، زفيزف أقنع ريان شرقي بالانضمام إلى المنتخب الجزائري. اللاعب سيغير جنسيته الرياضية في قادم الأيام وسيكون تحت تصرف جمال بالماضي في تربص جوان المقبل أو سبتمبر على أقصى تقدير حسب دزاير بول. ميشيل أوليس وتوشين زانو كريستال بالاس وسط ميدان هجومي من أب نيجيري وأم جزائرية قريب من تبديل المنتخب الوطني الجزائري وذلك شهر جوان المقبل بعدما رفض المنتخب للآمال المنتخب الفرنسي. لا تنسوا لايك وتعليق وشكرا.